اهلا وسهلا طلاب وطالبات الصف التاسع. اليوم معنا درس مهم جدا في الرياضيات الوحده الاولى، الدرس الرابع. تمام، اوكي. الدرس عباره عن الزاويه المركزيه والاقواس. يعني ايش معنى زاويه مركزيه؟ زاويه راسها في مركز الدائره. يعني من تعريف الزاويه المركزيه عباره عن زاويه راسها بيكون ايش؟ مركز الدائره. اهي زي كذا، هذه الزاوية تعتبر مركزية لأن الرأس تبعها في مركز الدائرة، لذلك سميت ايش؟ زاوية مركزية. تمام، هذا تعريف الزاوية المركزية. طيب سمي الزاوية، هذا سميها يعني بالحروف، يعني ألف ميم باء. ألف ميم باء، زاوية ألف ميم باء مركزية. ليش؟ لأن رأسها يقع على مركز الدائرة. مثال ثاني، مثلا هذا تعتبر زاوية مركزية هكذا، وليكن مركز الدائرة اسمه نون. إذا وهنا سين وهنا ايش؟ صاد. إذا ايش بقى نقول؟ زاوية سين نون صاد تعتبر ايش؟ زاوية مركزية. ليش؟ لأن رأسها يقع في مركز الدائرة، يعني في نص الدائرة تماما، لذلك سميت زاوية مركزية. تمام. طيب الحاجة الثانية في هذا الدرس، درجة قياس القوس الصغير في دائرة تساوي قياس زاويته المركزية المقابلة له. مثلا معي الزاوية المركزية هذه ألف ميم باء، ايش هو القوس الصغير اللي بيقابل هذه الزاوية؟ القوس الصغير ما ايش معنى القوس؟ القوس عبارة عن جزء من الدائرة، جزء مقطوع من الدائرة. فمثلا القوس هذا اللي اسمه ألف باء، هذا قوس اسمه ألف باء، كم درجة قياسه؟ درجة قياسه يساوي قياس زاويته المركزية المقابلة له. فلو كانت هذه مثلا 30، إذا ايش؟ قياس القوس اللي اسمه ألف باء، القوس اللي اسمه ألف باء قياسه يساوي 30 درجة. من التعريف هذا اسمه تعريف. تمام، إذا قياس القوس ألف باء يساوي قياس زاويته المركزية المقابلة له. مثلا ندي مثال ثاني، هذا زاوية مركزية اسمها ميم عين لام، اوكي؟ هذه الزاوية المركزية. إذا القوس هذا ايش اسمه؟ القوس المقابل للزاوية هذا الزاوية. ايش هو القوس المقابل لها في الدائرة؟ عين لام. إذا قياسه يساوي قياس الزاوية هذا، فمثلا لو كانت الزاوية هذا قياسها 70 درجة، إذا قياس القوس هذا اللي اسمه عين لام يساوي 70 درجة، بس. إذا فهمنا الآن معنى أو تعريف الزاوية المركزية، عبارة عن زاوية رأسها يقع على مركز الدائرة، وقياس القوس الصغير المقابل لها قياسه يساوي قياس الزاوية المركزية. تمام. طيب البرهنة رقم 3 في الكتاب، يعني في الدرس الرابع، هذه رقم 3، يعني أخذنا لحد الآن ايش؟ 3 أو 2 المبرهنات وهذه الثالثة. تمام. المبرهنة بتقول إذا تطابقت زاويتان مركزيتان، يعني إيش تطابقت؟ يعني تساوت في القياس. تمام. طيب بمعنى مثلا هذه 30 وهذه 30، هذه 40 وهذه 40، وهذا معنى التطابق، يعني تطابق الزوايا، يعني إيش؟ هم متساويات في القياس. فإذا تطابقت زاويتان مركزيتان، هذه زاوية مركزية وهذه زاوية إيش؟ مركزية. إذا تطابقت هذه الزاويتان المركزيتان في دائرة معينة، فقياس القوس الصغيرين المقابل لهما ايش؟ يكونوا متساويين. طالما الزاوية هذه تساوي الزاوية هذا، إذا القوس المقابل للزاوية ألف ميم باء يساوي قياس القوس المقابل للزاوية جيم ميم دال، بس كذا. طيب احنا ايش نثبت؟ هذا الكلام صح ولا لا؟ احنا عارفين في المبرهنات في المعطيات والمطلوب والبرهان. تمام. المعطيات ايش بيقول لي في المبرهنة؟ يعني المعطيات احنا بنستخرجها من نص المبرهنة، تطابق الزاويتين مركزيتان. اذا ايش نترجم هذا الكلام رمزيا؟ ايش بقى نقول؟ قياس الزاوية الف ميم باء، هذه الزاوية الف ميم باء يساوي قياس الزاوية جيم ميم دال، هذا ايش؟ معطى. اذا هذا بقى نقول ايش؟ معطى. طيب المطلوب اثبات ان قياس القوس الصغير الأول اللي هو حق ألف باء اللي هو مقابل للزاوية المركزية الأولى يساوي قياس القوس اللي مقابل للزاوية المركزية الثانية اللي اسمه ايش؟ جيم دال. قياس القوس ج
جيم دال. احنا نشتي نثبت فعلا ان هذا القوس يساوي قياس القوس الف ب يساوي قياس القوس جيم دال. طيب كفى نثبت، احنا عارفين ان قياس القوس اللي اسمه الف ب يساوي قياس الزاويه المركزيه المقابله له. ايش الزاويه المقابله لالف ب القوس هذا؟ ايش الزاويه المقابله له؟ الف ميم ب. اذا قياس الف ميم ب، اذا قياس القوس الف ب يساوي قياس الزاويه الف ميم ب. هذا ايش؟ هذا من التعريف. هذا ايش؟ من التعريف اللي لسه ايش قلنا اللي هناك. طيب قياس القوس الثاني اللي اسمه جيم دال يساوي قياس الزاويه المقابله له. هذا جيم دال، هذا القوس جيم دال. ايش الزاويه المركزيه المقابله له؟ جيم ميم دال. جيم ميم دال، اوكي. هذا تعريف، واحنا عارفين ان هذا تساوي هذا لانه معطى لي ان الزوايا هذه متساويه. طالما الطرف الايسر متساوي بالتالي الطرف الايمن هيكون بالطبع متساوي. وبما ان احنا بنقول وبما ان قياس الزاويه اللي اسمها الف ميم ب يساوي قياس الزاويه جيم ميم د، وهذا الشيء ايش هو؟ معطى. طالما هذا تساوي هذا اكيد ان القوس هذا يساوي قياس القوس هذا. بس إذا بنقول في النهاية قياس القوس اللي اسمه ألف باء يساوي قياس القوس جيم داء، وهو المطلوب. بس احنا كذا أثبتنا فعلا أن لو ما الزوايا المركزية تتساوى فإن الأقواس المناظرة لهم ايش تكون ايش؟ متساوية. تمام، هذه بالنسبة للمبرهنة، أوكي؟ طيب في عكس للمبرهنة هذه، عكس المبرهنة. ما معنى عكس المبرهنة؟ يعني نعكس الكلام. ايش بيقول هنا؟ إذا تطابقت الزاويتان المركزيتان تساوى قياس القوس الصغيرين. طيب عكسوا هذا الكلام، عكس المبرهنة. إذا تساوى قياس القوسين الصغيرين في دائرة تطابقت زاويتهما المركزيتان، اوكي. هذا عكس المبرهنه كنص، البرهان انتم تثبتون انتم، اوكي. هو تدريب عليكم، اوكي. يعني نفس هذا، نفس الطريقه اللي عملنا في المبرهنه نفسها تعملوها هنا لكن بشكل معاكس. انتم تدربوا على هذا الشيء على عكس المبرهنه، واذا في اي استفسار يعني اسالوني. طيب نجي نعمل مثال على هذا الكلام كله. في معايا دائرة بهذا الشكل، مركزها ميم، اوكي، واحنا بنصها قطر هكذا، ومن هذا الجهه كمان قطر. احنا عارفين ان القطر هو عباره عن قطعه مستقيمه تمر بالمركز، تمام، اوكي. وفي زاويه مركزيه كذا. طيب احنا قلنا ايش؟ المركز اسمه ميم. قياس الزاويه المركزيه هذا تساوي 38 درجه، وقياس الزاوية المركزية هذه أيضا تساوي 38 درجة. المطلوب، طيب نرقم أصلا هنا عين، وهذه النقطة اسمها لام، وهذه النقطة اسمها نون، وهذه صاد، وهذا ايش؟ سين. المطلوب أوجد قياس كل من واحد قياس لام نون، القوس لام نون باء، هذه ألف باء قياس لام نون صاد، لام نون صاد جيم سين عين دال سين نون عين. تمام، ركزوا معي، احنا نشتي قياس الأقواس هذه وفقا للدائرة. في لام نون أنو لام نون هنا؟ لام نون أهو، هذا لام نون، أوكي. مش لام نون هذا قياس لام نون
هو عبارة عن مش هذا، هذه زاوية مركزية وهذه ايش؟ زاوية مركزية. لام نون هو يقابل سين صاد هنا، وسين صاد كم هو؟ 38. إذا لام نون هنا كم؟ 38. تمام، لأن ذيه يقابل هذا، والزاوية المركزية هذا تساوي الزاوية المركزية هذه اللي هي كم؟ اللي هي 38. إذا مقياس لام نون يساوي 38 درجة، هذا أول واحد. رقم اثنين، لام نون صاد، لام نون صاد. شوفوا احنا مرينا على نص الدائرة، لام نون صاد يعني هذا كله. قياس الدائرة كلها، كل الدائرة، قياس الدائرة كلها بالدرجة تساوي 360 درجة، الدائرة كلها. إذا قياس نصف الدائرة، نصف 360 كم؟ 180 درجة. إذا من هنا من عند النقطة لام لعند النقطة صاد هي نص، تعتبر نص الدائرة. إذا ايش كم يساوي نص الدائرة؟ 180 درجة. إذا لام نون صاد القياس حقه كم يساوي؟ 180 درجة. طيب المطلوب اللي بعد كده سين عين، أين سين عين؟ سين عين هذا الجزء. أوكي؟ الجزء هذا هو عبارة عن نص الدائرة وننقصه منه 38 و 38 هذا، مش هذه النص، هذا نص الدائرة صح؟ من هنا وكذا نص الدائرة. لكن في نص الدائرة قد به 38 و 38 كم يساوي؟ 76 صح؟ إذا ننقص 180 ناقص 76، إذا سين عين القوس هذا اللي اسمه سين عين يساوي 180 ناقص كم؟ 76، تقريبا يطلع الناتج 104. اوكي؟ دال سين نون عين، سين نون عين، يعني الدائرة كلها هذا ما عدا ايش؟ الجزء اللي هو سين عين. إذا سين نون عين شوفوها، سين نون عين يعني من هنا لا هنا، يعني كل الجزء هذا ما عدا سين عين. مش احنا سين عين احنا طلعنا هنا 104، اذا كم الدائره كلها؟ 360 نقصوا منها فقط 104. اوكي، 360 ناقص 104 كم يساوي؟ 360 ناقص 104 هنا بتبقى 5 ناقص 0 5 3 ناقص 1 كم؟ 256. إذا الناتج حيطلع كم؟ 256 درجة. فهمتوا هذا المثال؟ بس يعني كل زاوية، كل قوس احنا بننسبه للزاوية المركزية المقابلة له أو مقاسا بالدائرة كلها. فمثلا صاد لام أو لام صاد هذه كم هي كلها؟ 180 درجة، نص الدائرة. سين نون عين كل الدائرة ناقصة حتى هذه اللي هي سين عين، سين عين احنا لسه طلعناها 104، إذا ناقص 360 ناقص 104 تطلع لك قياس هذا الجزء من الدائرة كامل. كذا احنا خلصنا الزاوية المركزية والأقواس، وبالتوفيق إن شاء الله، وأرجو منكم أنتم تحلوا الواجب، أنا برفق لكم واجب في نماذج جوجل ورسلها لكم وإن شاء الله وتحلوها في أقرب وقت ممكن، يعني على حسب الديدلاين الذي أنا بطرحه. معاكم يوم واحد فقط عشان تحلوا الامتحان وترسلوا لي على طول يعني أونلاين. بالتوفيق مع السلامة.